السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا أخوكم عبد الرحمن خادم قناة دحوم فوركاس. اليوم التغطية عن سيارة صغيرة الحجم واقتصادية وعملية وبسعر مناسب. طبعا السيارة هذه تصلح للشخص يبحث عن سيارة للدوام داخل المدينة، يبحث مثلا والله ما شاء الله شغال توصيل طلبات، برضو إنسان عنده يروح للجامعة وعنده ترددات كثيرة فيحتاج سيارة اقتصادية. طبعا أكيد كل هذه المزايا موجودة بسيارتنا اليوم، شفرلي سبارك موديل 2020 فئة LS. وزي ما تشوفون اخوان الكرام، هذا الشفرلي سبارك موديل 2020 فئة LS اللي تعتبر هي فئة ستاندر. سعر السيارة 30500، علم من السعر لا يشمل الضريبة ولا يشمل التسجيل. نتكلم عن أهم المواصفات وأهم المزايا. شفرلي سبارك سيارة هاتشباك صغيرة الحجم، تنافس طبعا كيا بيكانتو، هيونداي اي 10 هاتشباك برضو من المنافسين، وزي ما ذكرت اللي بحث عن سيارة اقتصادية وصغيرة الحجم هذه سيارة مميزة وبرضو بسعر اقتصادي. محرك السيارة 1400 سي سي، طبعا يعتبر بين المنافسين هو الأكبر، 4 سلندر 100 حصان تقريبا، والجير أوتوماتيك سي في تي، مما يعطي السيارة صرفية الوقود أفضل. نظام الدفع فهو أمامي. المواصفات الخارجية للسيارة ما راح نشوف كثير من المواصفات، لكن عموما عندنا الإنارة هيلوجين العالي والواطي، طبعا زي ما تشوفون في عدسة. عندنا الشبك كروم، تطعيم كروم زي ما تلاحظون. جنوط السيارة حديد وعليها طيس، مقاس الجنط 14، مقاس الكفر 165 65، وزي ما ذكرت ان مقاس الجنط 14. وهذه السيارة من الجنب، طبعا سيارة 4 ابواب، ونلاحظ فتحة الباب الخلفي جاية علوية. هذه طبعا برضو متسوبيشي عندهم سيارة بالحجم هذا اسمها سبيس ستار، لكن صراحة انا اشوف سبارك مميزة بمحركها اللي أكبر، فصراحة يجي عزمها أفضل، وهذا شيء يرجع لك تختار أنت بين المنافسين السيارة اللي تناسبك. عموما في كثير منافسين نفس الحجم هذا يجي 3 سلندر. هذه السيارة من خلف صراحة ما فيها أي مزايا نتكلم عنها، لكن هذه شنطة السيارة، مساحة تخزين بسيطة. هذه شنطة السيارة فيها لها غطاء، سكرها بسم الله. الوان اللوح هيلوجين، عفوا انوار اللوح هيلوجين. وصرفية الوقود، وهذا الشيء المهم بالنسبة للسيارة هذه، اكيد ما اخذ سيارة صغيرة ادور صرفية افضل. كل تربزية تمشيني 19 كيلو فاصل 6 بتقييم ممتاز بلس، نوع البنزين اكيد 91، والمحرك 1400 سي في تي، نظام الدفع فهو امامي، وزي ما تلاحظون ان السيارة موديل 2020. الان ننتقل للمواصفات الداخلية. بسم الله، هذه السيارة من الداخل. وهذا هو الزجاج الكهربائي زي ما تلاحظون. مقاعدها الأمامية قماش، والخلفية برضو قماش، كل السيارة مقاعدها قماش. بسم الله، خلينا نجرب السيارة من الداخل. لا صراحة يعني لا تقعد تدلع نفسك انه برضه تكون واسع من داخل، فلا تحلم بهذا الشيء، لكن هو من هنا ما هي واسع، لكن ارتفاع السقف بحكم انه هاتش باك، اتمنى يكون الصوت واضح، ارتفاع السقف بحكم انه هاتش باك يكون كويس. يعني لازم كذا تبي تركب احد من ورا وطويل، لازم كذا تاخذ احتياطك، تقدم شوي عشان يعني ما تحطم نفسك ويقول والله سيارتك ضيقة، حتى اللي قدام هذا راكب خليه يقدم. عموما نرجع الى مواصفات السيارة. طبعا الزجاج الخلفي كهربائي كله كامل، لان بعض المنافسين يجي فقط الامامي. طيب بسم الله، نرجع المرتب. تدري ايش اقول؟
لاني قبل شوي ضيق المكان ويوم جلست برضو احس في شوي ضيق، لكن عموما دبر عمرك يعني باخذها لك انت عشان تستفيد انت منها وتروح فيها مشاورك. عموما السياره زجاج كهربائي، وهذا هو زجاجها. عندنا برضو مرايه كهربائيه، عندنا هنا تحكم في مستوى، عفوا هنا تحكم في الاناره، هنا تحكم في انوار العدادات، تحكم في مستوى انوار العدادات زي ما تلاحظون هذه. طيب نظام تراكشن موجود هنا، طفي من هنا وتشغله ما عندك اي مشكله. وهذا هو دركسون السياره، طبعا دركسون ثلاثي. عندنا ما شاء الله في تحكم بالدركسون، اللاحظ الاوامر الصوتيه، البلوتوث، كلها موجوده هنا في هذه الحته. يعني حطوا فيها مثبت سرعه ودلعونه بزياده يكون احلى. طبعا هنا عداد الرحلات زي ما تشوفون، حتى حساس الكفرات كله هنا تقدر تسوي الاعدادات حقته، الار بي ام، عداد السرعه. عندنا البنزين، طبعا الحراره بتكون معانا اللمبه. ها بسم الله. هذا مفتاح السياره اخوان الكرام زي ما تلاحظون، ريموت. عندنا اغلاق، هنا الاغلاق، هنا الفتح، هذا هو شكله. بسم الله. طبعا هذا النظام الصوتي بالسياره، اكيد راديو، عندنا بلوتوث، وعندنا منفذ يو اس بي موجود بالسياره من تحت. المكيف يدوي ما يحتاج، يعني تشوفونه اربع سرعات. هذا هو، هذا السيارة بالداخل. طبعا الزجاج زي ما ذكرت انه كله كهربائي، المقاعد قماش باللون الاسود كله. طبعا جميع الطرازات، ما قد شفت طراز صراحه، عفوا جميع فئات السبارك الاس طبعا او جميع السيارات انا شفتها باللون الاسود. ما في تكيه بالوسط. عندنا هنا حامل اكواب حق الخلف، وهنا حق الامام. المراية الداخلية عادية ست تعتيم، عندنا انوار السقف باللون الاصفر بس فقط في الامام. الشماسات، طبعا هذه شماسة السائق فيها مراية، شماسة الراكب ما فيها مراية، يستخدم جوال الله يهينه. مواصفات الامن والسلامة، عندنا فرامل ABS، نظام الثبات الالكتروني، حساس كفرات، ارباك للسائق والراكب، وعدد خمس احزمة امان. وزي ما ذكرت ابرز المنافسين كيا بيكانتو، عندنا هيونداي اي 10 هاتشباك، وعندنا متسوبيشي سبيس ستار. انا هذول اشوفهم برضو فيجو عندهم هاتشباك، فيجو فورد، لكن هذول اللي منتشرات عندنا اكثر. اتمنى ما اكون طولت عليكم، اتمنى تكون عجبتكم السيارة اخوان الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله.